إذا أتى قريب لي، يقول إذا أتى قريب لي إلى الرياض وأراد أن يبيع سلعة وأخاف عليه أن يغبن في السعر، فهل يجوز أن أنصح له وأخذ السلعة وأبيعها له؟ لا، ما دام ما قال لك اتركه، ما دام ما قال لك بعهلي اتركه، أنه يرزق الله بعض الناس بعضهم من بعض، خلوا يروح للسوق ويبيعها على الناس يتوسعون فيها. نعم، وإن كنت تريدها رح للسوق وخذها منه، اشرح إذا بحرج عليها اشرح، إذا حرج عليها اشرح من ضمن الزبائن. نعم.